السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. غادي يكون لايف إن شاء الله من هنا لواحد الساعة نتكلموا فيه على الماتش. أكيد الجمهور كله معصب صراحة، ما عجبنيش الماتش. يمكن أكثر من علامة استفهام كطرح مرة أخرى فريق لاعب ضده بعشرة لاعبين ما قدرتيش تماركي عليه، ومن الفوق هو اللي تحكم في باقي المقابلة. يعني راه شي حوايج، راه بزاف الخوت. نحاولوا نتكلموا في هذا الشيء ان شاء الله في اللايف. دي شي بزاف تضيع الكرة، بنادم كلي باغي يدير النقابة، يعني بزاف الحوايج بزاف الحوايج. اكيد تكونوا شفتوا الماتش وتعصبتوا انتوما في حالي. كل ماتش، كل مدرب، كل فرقة جديدة دائما كنعيشوا نفس اللحظات، انه تاي صفر الحكم عاد كتعرف راسك راه ربحتي. ما كتلعبش الماتش باش تماركي الاول، من بعد تماركي الثاني، تماركي الثالث، تلعب مرتاح والجمهور حتى هو غادي يبقى متفرج مرتاح. دائما هذاك العصب يتماركا بيت صافي، راه فحال سالا الماتش. ما عرفتش هاد الشيء. نتمنى الاخوان يكونوا من هنا لواحد الساعة باش نديروا اللايف ونتكلموا فيه على المقابلة ديال اليوم. وشكرا الإخوان، تنطلقوا.